انا جيت سعيد في المشاركه ديالي في فيستيفال كازا. هذه اول مره بالنسبه ليا فيستيفال كافا في كازا، وثاني مره ككونسير ليا في كازا. اول كونسير كان مع سالم جرد، في اول كونسير ليه في موروكو مول، فهذه شي حاجه كتفرحني. واخا انا يعني مقصر شويه في لي كونسير في كازا، وهذه يعني فكره زوينه اللي دارها دي جيفان، انه يجمع دي زارتيست في انماط موسيقيه مختلفه. وفكره زوينه، هي فكره انترناشونال، يعني هذه اول مره تدار في المغرب، وكنتمنى انها ما تكونش اخر مره. ونتمنى ان شاء الله يعني هذه الفكره تنال الاعجاب ديال الجمهور، وان شاء الله نقدموا شي حاجه زوينه. لا، كاينين حفلات ولين تيكونوا خاصين. انا اكثريا نقدر نقول لك علاش ما تنبانش بزاف في المهرجانات ولا لي كونسير، لانه كيكونوا حفلات خاصه اكثر في المغرب وخارج المغرب. فبالعكس يعني كاينين حفلات غير هما تيكونوا خاصين. ان شاء الله كاين واحد سينجل اللي هو فطور التحضير، يعني غادي يكون مختلف نوعا ما على الاعمال اللي قدمت قبل، وان شاء الله غادي يكون في اواخر الصيف ان شاء الله، وغادي يتم التصوير ديالو على طريقه الفيديو كليب ان شاء الله.